L'attore. Proteggiamo la taglia rosso mi fece il background. E di nuovo una V5. The current one IA, I theta, the edges of one here, and IA, RA. وأعتبر إنه هذا صغير الآن IA بالنسبة ل XS. سيكون هذا IA XS. هاي الزاوية هون كانت هذه. بنيجي الان نتطلع هلا على الباور، الباور ديليفرد. لو جينا اطلعنا على الباور ديليفرد، ايش الباور ديليفرد باي ذا جنريتور؟ ايش الجنريتور شو نوع الباور اللي بعطيني اياه؟ لا جنريتور الموتور بعطيني ميكانيكال باور، الجنريتور بعطيني الكتريكال باور. قديش هون ال قديش الباور اللي باخذها من هون؟ هاي اي في 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 5 ايش كمان؟ في كوساين ثيتا، ايش هي ثيتا اذا؟ زاويه بين مين ومين؟ بين الفيز كرنت والفيز فولتج. اوكي؟ بين الفيز كرنت والفيز فولتج. وهذا راح يتكرر عندي هون راح يتكرر عندي هون فبتصير عندي الباور بتساوي 3 اي اي بي 5 كوساين ثيتا وهذا ايش كمان بيساوي؟ بيساوي جذر الثلاثة اي اي هي نفسها اي لاين او خلينا نفترض انها ممكن تكون مختلفة ولذلك ثيتا اللي هون هاي مش الزاوية بين في لاين واي لاين ثيتا هي الزاوية بين فيز وفيز اوكي بهي فرضنا انه اي اي مثلا مساويه لاي اي فاذا هون صار عندي الباور الان بتساوي 3 اي اي كوساين ثيتا في 5 هلا رح نعمل تقريب بسيط عاده رح تكون هذه قريبه هاي الصغيره بالنسبه لهاي القيمه بس لغرض اشتقاق هذا القانون انا ما بقول انها مش موجوده بس لغرض اشتقاق هذا القانون رح اهمل هذه النقطه اللي موجوده هون فرح تكون هاي هلا عمودي عليها راح تكون في زاوية تقريبا عمودية هين راح تكون عندي هذه هون اي هين هاي راح تكون في 5 فهاي القطعة اللي موجودة هون هي اي اي اكس اس تتذكروا كمان هاي الزاوية قديش؟ هاي وهاي اي واحدة فيهم ثيتا؟ اللي على اليمين هاي ثيتا طلعوا هلا هاي هون عندي زاوية قائمة مضبوط؟ إذا هاي الزاوية شو راح تكون؟ هاي 90 ناقص ثيتا مش هيك؟ وهاي مساوية لها بالتقابل بس هاي الزاوية قائمة إذا وين ثيتا؟ إذا هاي عندي ثيتا وهذه دلتا من هون إذا طلعنا هلا على الباور من هون بقدر أقسم الباور لقسمين 3 في 5 وهون أحط بين قوسين اي اي كوساين ثيتا. هلا وجينا اطلعنا على هذا خلينا ارسمها بشكل مختلف من هون. راح انزل هذا الخط اللي موجود هون. هذا الخط الاحمر اللي حطيته هون، ايش بقدر كيف بقدر احسبه؟ ايش ممكن يكون مساوي؟ مساوي لشغلتين، ايش بيساوي؟ اي اي ولا اي اي اكس اس؟ اي اي اكس اس، لانه هذا الطول مش اي اي، هذا مضبوط؟ اذا هذا الخط الاحمر اللي هون مساوي لاي اي اكس اس كوساين ثيتا بس هذا مساوي لشيء ثاني من الدايجرام هذا الطول اللي هون اي اي ساين دلتا احسن اذا صار عندي اي اي كوساين ثيتا يساوي اي اي ساين دلتا مقسوم على اكس اس عوض الان هذا هون بصير عندي الباور ديليفرد باي 3 فيز جنريتر بيساوي 3 في 5 بدال اي اي كوساين ثيتا بقدر احط اي اي ساين دلتا على اكس اس
هذا قانون مهم. طبعا احنا عملنا فيه تبسيط بسيط. ايش التبسيط الاهمال الشيء اللي اهملناه؟ اهملنا اي اي ار اي، اهملنا اي ار اي، بس هذا اعطاني قانون مهم. لاحظوا هذا القانون، خلينا نطلع على الاشياء المختلفه الموجوده فيه. هل في فاي كونستانت؟ مفروض اني انا اضل اعمل جهدي انه في فاي ضلها كونستانت، هذا شغل شغلتي مزبوط. مش بدي اضل اضبط في فاي، ليش لازم في فاي تكون كونستانت؟ اللي بنعطيها للكونسيومر مزبوط. هل اي اي كونستانت؟ امتى هي بتكون كونستنت؟ اذا ايش عملت؟ فاي. اذا ثبتت فاي مش هيك من هون ثبتت الفيلد اللي موجود هون، والسرعه لازم تكون اصلا كونستنت من هون. اذا اي اي كونستنت احنا عارفينها كونستنت، وفي فاي كونستنت، واكس اس كونستنت لان هي طبيعه الهاي، والثلاثه كونستنت. حتى تتغير الباور ديليفرد باي جنريتر ايش لازم يتغير؟ دلتا. اذا هذا الجنريتر لو طلعت عليه خلال النهار وشفت العمال بسحب منه لود زياده وبقل اللود وبزيد اللود وبقل اللود، ايش عماله بيصير بدلتا؟ بتزيد وبتنقص، بتزيد بالدلتا. فدلتا بتصير تنقص، فبيصير يتحرك مكان اي اي، بس اي 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 عفوا، وهي بتحرك على خط مستقيم، بتحرك على كونستنت ماجنيتود. فكاني ماسك، كاني ماسك فرجار هون وعمالي بتحرك بهذا الشكل من هون. كل ما زادت الدلتا، على فكره هذا الخط بتناسب مع الباور، ما بيساوي الباور بس بتناسب مع الباور. فكل ما زادت دلتا من هون، متذكرين دلتا ايش حكينا عنها كمان؟ امتى دلتا؟ امتى بوصل ستولينج؟ اذا كانه محرك مش جنريتر، اذا وصل 90، اذا وصل 90 بتوصل اعلى قيمه لها مش هيك؟ ساين ال 90 بتصير 1 فبعطيني اعلى باور ممكنه. طيب التورك الانديوس، ايش التورك الانديوس في الجنريتر؟ هو في تورك في الجنريتر؟ ايش التورك؟ امتى بيصير هذا التورك في الجنريتر؟ بيعاكس البرايم موفر. اذا التورك الانديوس في الجنريتر، كيف ممكن اطلع التورك الانديوس من الباور ديليفرد؟ بقسم هذه على بي على ايش؟ او بي شو بتساوي التورك في اوميجا. فهذه بتساوي بي على اوميجا، وهي سينكرونس، ما فيش سينكرونس واي سينكرونس، هي سرعه واحده في. فبتصير عندي 3 في فاي اي اي ساين دلتا على اكس اس اوميجا اس او اوميجا. هذا هو التورك انديوس. طيب وتاو ماكس قديش؟ تاو ماكس امتى بيصير تاو ماكس؟ لما لما هاي بتساوي، بتصير تاو ماكس هو 3 في فاي اي اي على اكس اس. هاي معادله مهمه. كل ما زادت دلتا، كل ما زاد اللود بتزيد دلتا، ولما تزيد دلتا اعلى قيمه لدلتا بتساوي، لما تكون دلتا 90 درجه ساين 90 بيساوي 1، هذا بكون الماكسيمم تورك اللي بقدر اعمل له ديليفري، اللي باخذه من جنريتر هو نفسه رح يكون الماكسيمم تورك اللي بقدر اخذه من السينكرونس موتور.